بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بي الجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء الرابع لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن العلاقة بين العائد والمخاطرة وطرق قياسهما. للحديث عن العائد، ولكن قبل أن نبدأ نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع واضح لدى الجميع. فهل الصوت مسموع واضح لدى الجميع يا إخوان؟ واضح الصوت؟ طيب، إذن لنبدأ على بركة الله. من الجميع كما ذكرنا ذلك في اللقاء الأول عدم الكتابة على الشات إلا عند الضرورة في حال انقطاع الصوت. خلاف ذلك آمل من الجميع عدم الكتابة، وكما تعودنا في السابق سنحدد بضع من الدقائق قبل نهاية اللقاء، وذلك للإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم. كما أننا بمشيئة الله تعالى سنطرح الكويز قبل نهاية اللقاء، فآمل من الجميع التركيز فيما يتم شرحه. تحدثنا في اللقاء الماضي عن المخاطرة وكيفية قياسها. اليوم نتحدث عن العائد، وهو عبارة عن الكسب الذي يحققه المستثمر نتيجة لاستثمار أمواله خلال فترة معينة. وهذا العائد إما أن يكون عائدا جاريا، وإما أن يكون عائدا رأسماليا، أو عائد كلي وهو مجموع العائد الجاري والعائد الرأسمالي. العائد الجاري هو العائد الذي يحصل عليه المستثمر خلال مدة الاستثمار من تدفقات نقدية ناتجة عن عمليات توزيعات في أرباح لشركة يملك ذلك الشخص أسهم فيها، أو أنها عبارة عن تدفقات نقدية ناتجة عن إيجارات يقوم ذلك المالك وذلك المستثمر من تحصيلها من جراء إيجار هذه الأصول والانتفاع بها. مثال على ذلك، لنفترض أن أحد المستثمرين لديه 100 سهم في شركة سين، وقررت هذه المنشأة توزيع أرباح نقدية بواقع ريالين لكل سهم، فبهذا يكون ذلك المستثمر حقق أرباحا نقدية من جراء التوزيعات النقدية. مقدارها، من يخبرنا كم سيتحصل عليه ذلك المستثمر؟ أحسنتم، 200 ريال، ألا وهي 2 ريال مضروبة في عدد الأسهم، 2 ريال مضروبة في عدد الأسهم. واضح؟ في نفس المثال، لنفترض أن ذلك المستثمر اشترى هذا السهم وقيمته 100 ريال في 1/1438، وفكر ببيعها في نهاية السنة. في نهاية السنة كانت قيمة هذا السهم 110 ريالات، 110 ريالات، فعند بيعه لهذه الأسهم يكون حقق أرباحا رأس مالية، حقق أرباحا رأس مالية قدرها 10 ريالات، وهو الفرق بين سعر
الشراء وسعر البيع، وهو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. 10 ريالات في السهم الواحد، طبعا في السهم الواحد، لأنه باعها ب100، المئة سهم اشتراها. عفوا يا اخوان، خليك معي اعيد هذه النقطة يا اخوان. لنفترض ان احد الاشخاص قام بشراء 100 سهم بقيمة 100 ريال في 1/1438، وقام ببيعها في نهاية السنة بقيمة وقدرها 110 ريالات. هذه 100 سهم باعها بقيمة 110 ريالات، فبهذا يكون حقق أرباحا رأس مالية مقدارها 10 ريالات في السهم الواحد. لنفترض العكس، قام بشراء 100 سهم بقيمة 100 ريال، ولكن في نهاية السنة قام ببيع هذه الأسهم بقيمة 95 ريال. هنا يكون قد حقق خسارة رأس مالية قيمتها 5 ريالات في السهم الواحد. واضح؟ وبهذا يكون هذا العائد الجاري إما أن يأخذ رقم موجب، العائد الرأسمالي إما أن يأخذ رقم موجب، وإما أن يأخذ رقم سالب، وإما أن يكون صفر، يعني في حال بيعه بنفس القيمة التي قام باشترائها به. بينما العائد الجاري إما أن يكون صفر في حال عدم وجود توزيعات، وإما أن يكون رقم موجب. واضح؟ هذا مثال آخر. ها، مثال آخر. وأمل من الجميع المشاركة في الحل. أمامكم الآن التمرين. يقول: اشترى أحد المؤسسين سهما قيمته 100 ريال، في 1/1/38، بلغت قيمته السوقية في نهاية السنة عندما قرر بيعه ب120 ريال، وبهذا يكون هذا المستثمر حقق أيضا عائدا رأس ماليا مقداره 20 ريال، ألا وهي 120 ثمن البيع ناقص ثمن الشراء، ثمن البيع ناقص ثمن الشراء. وهذا القانون الآن أمامكم في الشات، وسيأتي سؤال في هذه الجزئية، وقد يكون سؤالين، واحد في العائد الرأسمالي وآخر في العائد الجاري. واضح؟ سهلة مو صعبة. تطبيق مباشر على القانون. طيب خليك معي لنستوعب هذه الجزئية. لنفترض أن أحد الأشخاص لديه أو قام بشراء 1000 سهم، 1000 سهم. خليك معي يا أخوان. لنفترض أن أحد الأشخاص قام بشراء 1000 سهم من شركة سين، قيمة السهم الواحد 100 ريال في 1/1439، في شهر 4
قامت هذه الشركة بتوزيع أرباح، مقدار هذه الأرباح ريال واحد عن كل سهم، ريال واحد عن كل سهم. فبهذا يكون في شهر 4 قد حقق ذلك المستثمر أرباح جارية، أرباح جارية مقدارها كم المقدار؟ عنده 1000 سهم وشراها بقيمة 100 ريال. فبهذا يكون حقق 1000 ضرب 1 اللي هو التوزيعات يساوي 1000 ريال، وبهذا يكون حقق عائد جاري مقداره 1000 ريال، مقداره 1000 ريال. في نهاية السنة قرر ذلك المستثمر بيع تلك الأسهم والتي سبق أن شراها بقيمة 100 ريال، وقام باشتراء 1000 سهم، 1000 سهم قام ببيعها بقيمتها السوقية في نهاية السنة، بدلا من كونها ب100 ريال ارتفعت وأصبحت 110 ريالات، 110 ريالات. فبهذا يكون هذا المستثمر باعها بقيمة 110 ألف، وسبق أن شراها بكم؟ ب100 ألف. فبهذا يكون هذا المستثمر حقق أرباحا قدرها 10 آلاف ريال، وهو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، سعر البيع وسعر الشراء. واضح؟ تطبيق مباشر على قانون. طيب مثال آخر، هذا هو العائد الرأسمالي. مثال آخر، لنفترض أن أحد الأشخاص قام بشراء عمارة للاستثمار، شقق مفروشة للاستثمار بقيمة المليون، بقيمة المليون، وقرر بيعها في نهاية السنة وعرضها في السوق، إلا أن سعر السوق كان بقيمة أقل من القيمة التي اشتراها به، فكانت قيمة السوق ب 920 ألف ريال، 920 ألف ريال، وقرر بيعها. فبهذا يكون هذا المستثمر حقق خسائر رأس مالية، خسارة رأس مالية قيمتها 80 ألف ريال، وهو الفرق بين المليون سعر الشراء وسعر البيع اللي هو 920 ألف ريال. واضح؟ يتضح لنا مما سبق من شرحنا خلال هذا اللقاء واللقاء الماضي أن العلاقة بين العائد والمخاطرة هي علاقة طردية، حيث أنه كلما زاد العائد المرغوب تحقيقه كلما زادت المخاطرة المتوقعة لذلك المشروع، فهي علاقة طردية. طيب ننتقل الآن إلى مصادر وهيكل التمويل الشركات، حيث يمثل التمويل الجانب الأيسر من الميزانية كما ذكرنا ذلك سابقا، ويعبر عن مكونات الأموال التي بموجبها يتم تمويل الأصول المتمثلة بالجانب الأيمن في الميزانية، حيث يمكن تمويل هذه الأصول من عدة مصادر. مثل رأس المال والفائض المحتجز وكذلك القروض قصيرة أو طويلة الأجل. وبهذا يتكون هيكل التمويل من قسمين رئيسيين. الأول هي الأموال المملوكة والتي تشتمل على رأس المال والاحتياطيات والفائض غير الموزع. الثاني هي الأموال الدائنة
وهذه الأموال تتمثل بالقروض والخصوم المتداولة، وهذا ما تعتمد عليه كثير من المنشآت خاصة الصغيرة منها. هنالك نوعين رئيسيين أو مصدرين رئيسيين من مصادر التمويل. المصدر الأول ألا وهو مصادر التمويل قصيرة الأجل، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول منها هو الائتمان التجاري، وله مسمى آخر ألا وهو المشتريات بالأجل، والقسم الآخر ألا وهو الائتمان المصرفي أو القروض قصيرة الأجل. ركز معي في المصدر الأول من مصادر التمويل قصيرة الأجل، حيث تلجأ بعض من المنشآت إلى مصادر تمويل قصيرة الأجل، وذلك للحصول المباشر على عملية التمويل، شراء بعض من الأصول التي تمتاز بسرعة دورانها وتحويلها إلى سيولة، وذلك لسداد هذه الديون خلال الفترة المتفق عليها. وعادة تكون قصيرة الأجل لا تتعدى السنة. ويعتبر الائتمان التجاري شكلا من أشكال التمويل قصيرة الأجل الذي تحصل عليه المنشأة من الموردين، ويتمثل هذا النوع من التمويل في قيمة المشتريات بالأجل للسلع التي يعاد بيعها، ويتراوح عملية السداد أو لا تزيد مدة السداد عن غالبا إلى 35 يوم. مثال على ذلك، ركز معي يا أخوان في هذه الجزئية فيما يتعلق بالائتمان التجاري حتى يفهم. تستخدمه المنشآت الصغيرة جدا مثل البقالات مثلا، عندنا هنا البقالات يقوم بشراء المواد والمعلبات والمواد الغذائية من المورد بالآجل على أن يقوم بسدادها لاحقا، متى يسددها؟ يسددها عندما عند بيعه لهذه البضاعة، يقوم بسداد هذه المبالغ، وعادة هنا في فترة يعني متعارف عليها أنه متوسط فترة التحصيل من العملاء 35 يوم، ومتوسط فترة السداد 45 يوم، أي أن المورد يعطي راعي البقالة 45 يوم كفترة للسداد، وراعي البقالة يعطي العميل أو المستهلك النهائي فترة مدتها لا تتجاوز 35 يوم، وذلك لتحصيل النقود من ذلك العميل، وذلك لكي يتسنى له سداد ذلك المورد. واضح الجزئية هذه يا اخوان؟ فترة التحصيل وفترة السداد.
طيب ذكرنا أن هذه الجزئية تستخدم من قبل، ركز معي يا إخوان، هذه الجزئية تستخدم من قبل المؤسسات الصغيرة جدا، بحيث أن يقوم المؤسسة الصغيرة بشراء من المورد بضاعة بالآجل، بضاعة بالآجل مثل المعلبات مثلا في البقالة، مثل المواد الغذائية وخلافه، على أن يلتزم بالسداد بمدة لا تتجاوز 45 يوم، بمدة لا تتجاوز 45 يوم، متوسط فترة المدة لهذا السداد. البقالة بدورها تقوم بعملية البيع لمن؟ للمستهلك النهائي مثلي ومثلك، يروح يشتري من هناك ويقوم بالشراء. البعض قد يشتري بالآجل أيضا، فبالتالي يمهله ذلك صاحب البقالة لعملية السداد مدة من المفترض ألا تزيد عن 35 يوم، وذلك لتحصيل المبلغ ومن ثم سداد ذلك المورد. واضح؟ هذا ما يسمى بالائتمان التجاري، أو مسمى آخر وهو المشتريات بالأجل. طيب ننتقل الآن إلى المصدر الثاني من مصادر التمويل قصيرة الأجل، ألا وهو الائتمان المصرفي. الائتمان المصرفي حيث تتمثل تكلفة التمويل في حالة هذا الائتمان في الفائدة المحصلة التي تدفعها المنشأة كنسبة مئوية من قيمة القرض، وهذا القرض يحصل عليه من البنوك أو المؤسسات المالية التي تتعامل بالقروض، وهذه القروض محرمة شرعا، يجب على المسلم عدم التعامل بها، ولكن هنا كما ذكرنا سابقا للتوضيح فقط. في الائتمان المصرفي هنالك 3 احتمالات، من الممكن أن يطلب من المنشأة الاحتفاظ برصيد معوض في بداية العقد، الثاني من الممكن أن يطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما، والثالث ممكن أن يطلب من المنشأة سداد القرض على 4 دفعات. لفهم الائتمان المصرفي لعلنا نطرح هذا المثال، وركز معي في هذا المثال. يفترض أو بفرض أن منشأة معينة عقدت اتفاقا مع أحد البنوك التجارية، وذلك لاقتراض مبلغ قدره 20,000 ريال لمدة عام، وذلك بفوائد قدرها 1500 ريال. هذه معطيات، جميع هذه معطيات، وذلك مقابل احتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض خلال فترة الاقتراض لا يقل عن 5000 ريال في المطلوب الأول، يحتفظ الرصيد المعوض قدره 5000 ريال، حساب معدل الفائدة الاسمي وحساب معدل الفائدة الفعلي في حال الاحتفاظ بهذا الرصيد. المطلوب الثاني حساب معدل الفائدة الفعلي في حال أن طلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما. المطلوب الثالث في حال أن يطلب من المنشأة سداد القرض على 4 دفعات ربع سنوية. لحل مثل هذا التمرين نبدأه أولا باستخراج معدل الفائدة الاسمي، معدل الفائدة الاسمي، ولاستخراج معدل الفائدة الاسمي ما علينا إلا تقسيم قيمة الفائدة السنوية المحددة في نص التمرين على مبلغ الاقتراض يضرب في 100 لاستخراجه كنسبة مئوية. بالتطبيق على هذا القانون نجد أن قيمة
الفائدة السنوية هي 1500، 1500 نقوم بتقسيمها على 20,000 نضربها في 100 نجد أن الناتج لمعدل الفائدة الاسمي 7.5%، 7.5%. الحالة الثانية في حال أن يطلب من المؤسسة الاحتفاظ برصيد معوض قدره 5000 ريال، ففي هذه الحالة عند الاحتفاظ برصيد قدره 5000 ريال تستبعد مباشرة ويعطى لذلك العميل فقط 15000 ريال من قيمة القرض، ويدفع عليها فوائد قدرها 1500 ريال. وفي هذا لاستخراج المعدل الفعلي للفائدة في هذه الحالة نقوم بتقسيم قيمة الفائدة على قيمة القرض ناقص الرصيد المعوض أو المسترجع، تكون 1500 تقسيم 15000 ضرب 100 نجدها 10%، نجدها 10% تطبيق مباشر على المعدل الفعلي للفائدة في هذه الحالة. الحالة التي تليها هي في حال أن يطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدم. ما هي الفائدة التي ذكرت في التمرين؟ قيمتها 1500، أحسنتم، 1500. فبالتالي يكون هنا هذا المقترض يدفع فوائد قدرها 1500 نظير قرض فعلي قيمته 18500. وبهذا نجد أن المعدل الفعلي للفائدة هنا في هذه الحالة هو قيمة الفائدة 1500 تقسيم قيمة القرض ناقص قيمة الفائدة. ليش ناقص قيمة الفائدة؟ لأن الفائدة ستسترجع، لأن الفائدة ستسترجع. 1500 تقسيم 18500 نجد أنها، نضربها في 100 نجد أنها 8% تقريبا، 8% تقريبا. الحالة الثالثة في حال أن يطلب من المنشأة سداد هذا القرض على 4 دفعات، على 4 دفعات أي كل 3 أشهر سيقوم بالسداد. ركز معي في هذه القاعدة، هنا قد تختلف أو أول قد يختلف المعدل الفعلي للفائدة في عملية حسابه، بينما في السابقات فقط قيمة الفائدة على قيمة القرض الفعلي، قيمة الفائدة على قيمة القرض الفعلي وتقوم باستخراجها. واضح؟ قيمة الفائدة على قيمة القرض الفعلي المسلم للعميل طالب الاقتراض. بينما هنا في الرابعة، الحالة الرابعة في حال طلب من العميل السداد على 4 دفعات نجد أن المعدل الفعلي هنا في البسط 2، هذا ثابت في القانون، 2 ثابت في القانون، يضرب في عدد الدفعات يضرب في قيمة الفائدة. إذا 2 ضرب عدد الدفعات ضرب قيمة الفائدة تقسم على قيمة القرض تضرب في عدد الدفعات زائد 1، 1 أيضا هنا ثابت في القانون. إذا في البسط 2 ثابت في القانون، في المقام 1 ثابت في القانون. نقوم بالتعويض المباشر، 2 ضرب عدد الدفعات 4 ضرب 1500 قيمة الفائدة تقسم على قيمة القرض 20000 تضرب في 4 عدد الدفعات زائد 1، 4 عدد الدفعات زائد 1، 4 عدد الدفعات.
نجد المحصلة النهائية 2 ضرب 4 ضرب 1500، نجدها 12 ألف على 100 ألف، على 100 ألف تضرب في 100 نجدها 12 بالمئة، نجدها 12%. 4 عدد الدفعات معطى في التمرين، ب4 دفعات، 4 دفعات تعويض مباشر. نعم، إذا نجد أنها 12%. واضح يا أخوان؟ نلاحظ من هذا التمرين أن الأفضل للعميل أو المقترض أن يقترض بالقيمة الإسمية، بالقيمة الإسمية، بينما للبنك كلما زادت التكلفة كلما كان أفضل للبنك. واضح؟ كلما قلت النسبة كلما كان أفضل للعميل، أي بالقيمة الإسمية، بينما كلما زادت كلما كان الأفضل للبنك. فبالتالي الأفضل للبنك السداد على 4 دفعات، حيث أن النسبة ستكون 12%، 12% بالفائدة. خلاص، واضح؟ طيب، لعلنا نتوقف هنا، وذلك الإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم قبل أن نطرح الكويز. فمن لديه أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام فليتفضل يا أخوان قبل أن نطرح الكويز. العائد الجاري ذكرنا أنه المحصل من عمليات إما توزيعات أرباح أو محصل من عمليات إيجار لأصول يمتلكها ذلك التاجر، أو أرباح حققها من جراء عمليات استثمارية، بينما العائد الرأسمالي هو عملية البيع، بيع الأصول، بيع الأسهم، وهو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. واضح؟ هل يكون سالب العائد الجاري؟ احنا ذكرنا انه لا يكون سالب، وانما العائد الرأسمالي يكون في حال تحقيق خسارة رأسمالية، بينما العائد الجاري لا يمكن ان يكون سالبا لانه لا يأخذ هذا الرقم، وانما يأخذ صفر في حال عدم توزيع ارباح، او في حال عدم تأجير الوصول، او في حال عدم تحقيق أرباح لذلك المستثمر. طيب، 4 قوانين في الائتمان المصرفي، 4 قوانين: الإسمية المسجلة في لدى البنك المتفق عليها في الورق، بينما الفعلية التي تمت بالفعل. واضح؟ 18500 من وين جت؟ 18500 هي الفرق بين قيمة القرض الفعلي 20 ألف والفائدة المدفوعة مقدما 1500، 20 ألف ناقص 1500. واضح؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى نتمكن من طرح الكوز يا أخوان، وهو عبارة عن 3 أسئلة نأمل من الجميع الإجابة عليها في الوقت المحدد.
طيب هذا الكوز الآن أمامكم، نأمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد. نأمل من الجميع الإجابة على هذا الكوز، والعبارة عن 3 أسئلة. طيب يا اخوان، الان الوقت المحدد للكوز انتهى، ولعلنا نناقش هذه الاسئله مع بعضنا البعض. ذكر في السؤال الاول يقول: هو العائد الذي يحصل عليه المستثمر خلال مده الاستثمار من تدفقات نقديه ناتجة عن توزيعات أرباح، ما هو؟ هل هو العائد العيني، أم العائد الرأسمالي، أم العائد الجاري؟ طبعا هو العائد الجاري، العائد الجاري كما وضحنا ذلك أثناء الشرح. يقول: من مصادر التمويل قصير الأجل، هل هي الائتمان التجاري الأسهم العادية، أم الائتمان التجاري والائتمان المصرفي، أم الائتمان المصرفي والأرباح المحتجزة؟ طبعا الائتمان التجاري والائتمان المصرفي الذي شرحناها قبل قليل. السؤال الثالث والأخير يقول: تعتبر شكلا من أشكال التمويل قصيرة الأجل الذي تحصل عليه المنشأة من الموردين، من ذكر البقالة هو المثال الذي شرحناه ووضحناه، ألا وهو المشتريات بالأجل أو ما يسمى بالائتمان
التجاري، الائتمان التجاري هو نفسه ليش؟ المشتريات بالأجل. واضح؟ إليكم الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة. طيب، قبل أن نختم يا إخوان، نذكر بأهمية مشاهدة المحاضرات المرئية قبل الحضور للقاءات القادمة، كما أنه سيكون هنالك تكليف ذاتي أول سيتم طرحه بإذن الله خلال هذا اللقاء، وهذا عفوا هذا الأسبوع. فآمل من الجميع الدخول على المنتدى بشكل دوري حتى يتسنى للجميع المتابعة أولا بأول، والدخول على التكليفات الذاتية في وقتها في حينها، والإجابة على الأسئلة المطروحة. بهذه الجزئية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.